صباح الخير مشاهدينا. يعني احلى طريقه معقول نكون عم نتمرن فيها وانا شخصيا كثير بحبها هي combination of cardio and abs exercises. اليوم رح يكون هيك الورك اوت بفيتبيت، فان شاء الله تكونوا جاهزين وحابين انه انتم تبلشوا نهاركم بنشاط مثلي. رح كون عم بلش باول اكسرسايز اللي هو بلانكس، بس رح صعب شوي التمرين اليوم عبالي يكون عندي هيك طلع الطاقه. رح كون عم بشتغل تاب مع البلانكس، كمان تاب اند اب تاب اند اب تاب اند اب. اخر مره خليني هولد، بحاول قد ما فيني دني وان ستريت لاين، خلص بنتقل بسرعة على كارديو اكسرسايز. فيني اختار البدية، انا رح اشتغل جاكس. ثلاثين مرة واخر عشرة، 50 مرة جاكس. نفس، حنتقل على البنش، رح اشتغل سيت ابس على البنش، كمان رح اشتغلهم مع ويتس. سيت اب 2 3 4 5 6 7 8. Don't stop, keep moving. هلا رح نشتغل دبل جوك. كمان قديه بيسلي عن جد الورك اوت، بطلع كثير انرجي. كمان دبل دبل دبل. بعد خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد، هاي نفس سيد اوت. رح انتقل كمان لاكسرسايز على البنش، رح كون عم اشتغل كلايمبر. كمان أربعة واو، ناخذ نفس اكسهيل اوت. بعد مرة اكسهيل اوت، حاشتغل على الفلور كمان اكسرسايز للمعدة. رح كون عم بطلع على ماي البوز بهالطريقة أو بعمل سبورت بهالشكل أو بهالشكل، ورح كون عم اشتغل leg extensions. كمان بجيب اجري لعندي بعد مرتين. اخر مرة هي حالي مش كتير لحقتم انا وياكم بهالاكسرسايز، هيك تخليكم اون فاير محمسين انه تتمرنوا. اخر اكسرسايز رح يكون جامبينج روبس، متخيل معنا حبله. خلينا نشتغل 50 اكسرسايز او 50 تايمز نون ستوب، سايد سايد، وان ليج دبل، سايد سايد، واخر مرة بريك بس مش دغري منريح. ستيب تاتشز
بننزل دقات القلب، بنقط نفسنا، بناخد نفس القعدة بسرعة ورا الاكسرسايزز اللي هاي انتنسيتي مانا ريكومندد، يعني مش لازم دغري نوقف ونرتاح. اكيد ستي اكتف، نزل دقات القلب شوي شوي، ريحوا دقيقة وحيدوا نفس التمارين على الأقل بعد جولة. بتمنى لكم نهار حلو وبشوفكم بتمارين جديدة بكرة.